عليكم. وعليكم السلام. شنو رايك بالمعرض؟ انا سالت هاي المره الخيره الطيبه. نعم. عن هذه الوادي اللي عارضتها هي. نعم. هل هذه كلفتها؟ طبعا هي تبيع، جايبتها تبيع بكلفتها. نعم. وتريد الناس انه تتبرع لها في ارباح فوقها حسب قدره الانسان اللي يقدر. نعم. يتبرع. نعم. فهذه هي يعني هي جاي تقدم في جزء بسيط من هذا الناس اللي مرضى السرطان الذي تقدر تساعدهم فيها. نعم. هل هذا هو يكفي مريض انه اذا تريد تشتري الادويه في قيمه هذه؟ نعم. احنا نريد الناس الاكثر تبرعا واكثر ناس تجي تشتري واكثر ناس انه تدعم هذه الامراه تجيب وتخلي انه تبيع حتى تقدر تكفي انه مريض واحد، ولو مريض واحد تنقذه من مرض السرطان. احسن. فانا اشكر هذه الامراه الطيبه ام امال الطيبه من الناجي الذي وقفتها مع مرضى السرطان، فكل الشكر والتقدير لها، والجزاء من الله اكثر من الانسان، وانا اشكرها. رب هو الذي راح يجازيها ويكفيها شر كل الامراض والسعاده ان شاء الله لها. انا اشكرك. شكرا لك. الله يحفظك. ست ام امال سلام عليكم. ست ام امال، يعني ذاك الاسبوع عندك تحفيات بالبيت وطلعتين، هذا الاسبوع الامر مختلف. شنو يعني هاي؟ يعني تقدر تشرحين عن هذا الموقف مالك؟ هذا الاسبوع انا قبل اسبوعين تبادرت في ذهني انه اني اساعد مرضى اطفال مرضى سرطان. نعم. فحبيت ان اكون في هذا اليوم، ويوم اثنين ويوم ثمانية شباط. اي. هو يكون يوم دعم لمرضى السرطان حتى يعني ابادر شيء بسيط من علاجهم يعني. نعم. او اساهم احد يعني عسى ان يكون يعني علاج احد الاطفال، هو ما يعني ما يساوي. نعم. العلاج كلش هو غالي والحكومه ما تبطيه. نعم. ولا وزاره الصحه تمول الاطفال، الناس اللي تستنجد يعني. نعم. نعم. من الحكومه من الناس الخيريه يتبرع لهم. نعم. يا ترى انا هذا يساوي شيء، جزء من ذره من اجزاء من عده مبادراتهم يعني. نعم. انا هذا اللي اقدر له يعني. نعم. احسنت. وان شاء الله اكون موفقه لي. ان شاء الله. انا اشكرك ست ام امال، والله يحفظكم ويطول عمركم ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لهذه المبادره. شكرا لهذه المبادره. احد رواد الشارع الثقافي، سلام عليكم استاذ. سلام عليكم استاذ ابو عبد الله. استاذ ابو عبد الله، انت وعدتنا بشخصيه من شخصيات النجف ان تتكلم اليوم. نعم. تفضل. سلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. شلون احوالكم؟ الله يحفظكم. اول شيء نبارك جهودكم، هاي يعني هذا منظر مفرح للنجف. هذا المنتدى الثقافي، هاي الناس وهاي الوجوه وهاي الشباب اللي عندها تطلعات تريد تنهض بواقع حلو، واقع خدمي، وهاي الحجيه الذي نعم يعني عايشه عملها وبيتها وجايه تتبرع للاطفال الذي مرضى بامراض السرطان. نعم. واحنا بصفتنا الناشد مجلس المحافظه. نعم. والمسؤولين على القطاع الصحي. نعم. يتابعون المستشفيات حالة يرثى لها من مستشفى الأطفال إلى مستشفى الأورام السرطانية، مستشفى الولادة، مستشفى الشهيد الصدور، مستشفى الحكيم. يعني من يدخل لها واحد ما هي يعني مو مستشفى داخل لها يعني. لا إله إلا الله. يعني مستشفيات معدومة 100%. يعني معدومة. إحنا ناشدهم الأعضاء مجلس المحافظة ونقول لهم كافي كافي بعد كافي، يعني الشغلة وصلت حدها. نظروا لهذول، أنتوا ولدنا، أنتوا أهلنا، نظروا لأهلكم كافي، نظروا لأهلكم. شوفوا وضع النجف وحالها وحال المستشفيات وحال الصحة عموما بالنجف. أحسنت. ونناشدهم ونقولهم عينكم على أهلكم. أحسنت. كفاكم صراعات بيناتكم، نظروا ترى ما يفيدكم أحد، تفيدكم السمعة الزينة والحكاية الطيبة. وانا اشكرك على هذا. الله يحفظك استاذ. شكرا شيخنا. الله يحفظكم. شكرا جزيلا ابو عبد الله. شكرا لكم. شكرا جزيلا. جزاك خير. الله يحفظكم على الروح هذه المثابره. رحم الله والديكم. انا اشكرك. دعم التواصل هذا المهرجان يتكلم بالنجاح ان شاء الله من جانب. الله يحفظكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا.